السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوان، عندنا اليوم هذا الفورد كوغا 2016 من كتجي ديماري ما كتضربش الطوموبيل، كونتاك كيشعل تاتي هاد الدفو اللي كتعطي تبقى شعرة بولة حمراء لتحت. هانسي كيحطينا السلاس ديالنا هنايا والو. جربنا تاني حطيناها في هاد البلاصة والو. نشوفو الدفو ونشوفو مع بعضياتنا. عبرتي فيس مثلا مزال؟ مزال؟ مزال فاق تاع راسي بعد المونتاج كله في صفر. نجي هنا ونديرو التيست اللي فيزيبل يا اخوان ونشوفو مع بعضياتنا. غالبا شي خطرات كيكونوا بحال هاد البيز هادو غير كتحيدهم شي خطرات كتردهم ديال البورت فيزيبل وكترجع مزيان. دابا دابا حنا غادي نشوفو هاد البورت فيزيبل وغادي نشوفو شنو كاين. الطريقة باش تعبر الفيزيبل ديالك يعني كدير تيستر كتعبرو بلهنا وتعبرو بلهنا تعبرو بلهنا وتعبرو بلهنا واحد واحد. ولا كان شي واحد ما كيدوش الضو اخوان راه ماشي معناها انه مصوتي راه لا يعني غير ما وصلش لليمونطاسيون. المهم الفيزيبل خصو من هنا يعطي من هنا يعطي الا ما عطى فواحد الجهه واحد الجهه ما عطاش فيها يعني راه مصوتي. هذا سيت ان فورد كوغا وفيه الفيزيبلس هنا في الجهه ديال الدروات ديال المارش بي. هانتوما بحال دابا هذا راه ما كيدوش ماشي بمعنى انه صوتي راه غير لي موطاسيون ما وصلوش. هز الضو جيبو لي البدا عبرتهم كاملين زيانين غير اللي لقيت قلت لهم سوق جديد هاكا لقيناها كاع بحال الخاوي حتى من الداخل كنا فيها غير كنا حاسسو باين بلي مشيت دخل لاباري تما البي سي ام شكون؟ دخل تما من شي فونكسيون دخل للسيرفيس
شي حاجه هناك. هيدا في زي بلادك؟ نجيب شي واحد؟ اللوز نجيب اخوان. بالنسبة للديغنوستيك الدفو الوحيد اللي طالع لينا هو دير هاد الكابتور هذا بي 0186 بي 018 3. راجل راجل طبيب ما كتضربش ديفري طالع لنا يا اخوان. غنحيدو البريز ديال الكابتور ديال البريسيون داكم هو هذا. أمني نقولك حيدو خلي حيدو جندي ما حيدو هذاك يا اخوان. دابا راه قطع عليها الديماراج بحال عندك ديفو ديال 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 الباتري. الطوموبيل كضرب دابا هي ديماراج عاد رد لها البريس. راكب هاد ديفو يا اخوان غنجيو نضربو ما كضربش الطوموبيل. هو تاع لومبرياج انا بارك انا الديماراج هاد ديفو كتلقى البوله حمراء هنايا والديماراج ما كاينش. بالنسبه لكود ديفو يا اخوان نقدروا نمسحوه. ها هو هاي تمسح شنو بغا يحمق راه شويه لان الطوموبيل راه ما ديماريش. هاكو دير فا اماش ما كاينش. حيدنا البريز دابا حمزه حيد البريز ديال الكابتور. اون فوا نحيدو البريز ديال الكابتور ديال بريسيون غادي ماري الطوموبيل. ها هي بحال ما كاين والو باش تردوا البال يا اخوان. بالنسبه لهذا الكابتور هذا راه كيبلوكي لها الديماراج الا ما قراش الكونتيتي الكافيه اللي جايه ديال بريسيون راه ما غاديش.